بكم من جديد في برنامج ذاكرة العيد ومع ضيفنا الفنان القدير الرائع الأستاذ محمد الحرازي. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ محمد من جديد. أهلا وسهلا. الله يحفظك. تشرفنا بلقائكم. الله يحفظك. لنا الشرف. لنا الشرف. الله يشرفكم. آمين يا رب. أستاذ محمد، انتقلت في حياتك بالعديد يعني من المواقف المختلفة وعشت في عدة محافظات يمنية ومنها محافظة تعز، صح؟ أيوة، 11 سنة. 11 سنة حبيت تعز. الله، جيت لا صنعاء كأنها ظلمة، ولو مرجع لا تعز كأن الدنيا مشرقة. يا عيني على التشبيه. ليش ليش طيب ليش حبيت تعز كثير؟ لأن كانت تعز زهرة. اختلفت الأمور. أكثر حاجة حبيتها في تعز، وإيش جلست تفعل في تعز؟ اشتغلت في تعز ولا درست ولا جلست تنتج أغاني ولا إيش جلست تسوي في تعز؟ جلست ألحن و وارتاح في الجو، جو تعز. نروح من قبل هذا الساعة، نحن واحد في الجحملية اسمه أحمد شرف الدين. أيوة. اسمه أبو به. أيوة. كنا نطلع هو وأنا أحمد شرف الدين واسمه عباس المضاعو، ونطلع القاهرة من هذا الساعة نبز العود ومتم التخزين هناك في القلعة. في القلعة ساعة ساعتين، وحصلت لي حاجة هناك. ايش حصل؟ من هذا الأفعى الترابي. قرستك أفعى؟ والله بطريق صنعاء فوق بيجو، وصلنا بسني علي عبد الله السنيدار اللي بيبيع الحراثات والتركترات. كان مال الأستاذ محمد يعرفني من عرس جهاله. قلت ما بالله لقصني أفعى ولا ذرة ومدينة، ورمت أصنك من الله ساعة العود. قال لي الله طريق المستشفى الجمهوري، خلى الصينيين يفعلوا عملية في صينيين. هذا فين؟ في تعز؟ في صنعاء. ها سفروك من تعز لصنعاء. أنا لي طلبت المستشفى الجمهوري. أيوة. عالجني علي عبد الله السنيدار وبدل لهم 150,000 وعاد 150. كانت 150. صار 1,050,000. المهم ما جاء 10 أيام 20 يوم ولا أنا مرتاح. ورجعت تعز ثاني مرة؟ أيوة، كان الجهال حكي هناك. أتي لعند الوالدة أزورهم وأزور الوالد وارجع تعز. 11 سنة في تعز أنتجت من خلالها الكثير من الأغاني، منها يا طايرة على تعز سايرة. يا طايرة على تعز سايرة، حطي على القاهرة الحب تأشيرة، شلي قبل الخل مثل العسل، ينزل على قلبي طل ويزيلي تقديره، ليت الحبيب طير وصدري مطر، لما يفك الزيرة ينزل على الديرة، ينزل على الديرة، وانا هوت من روح حبي اختويت، في القلب شودي خبيت محروسي بالغيرة، غني واسم لمسه ديوالي السليم، نكش الخضاب النامي في روس ظفيرة. يا طايرة على تعز سايرة، يا طايرة، يا طايرة على تعز سايرة، يا طايرة، حطي على القاهرة الحب تأشيرة، حطي على القاهرة الحب تأشيرة. خلي مثل العسل ينزل
على القلب ضرب زيلي تقديره وزيلي تقديره شلي قبل الخل مثل العسل ينزل على القلب ضرب زيلي تقديره وزيلي تقديره ليت الحد بطير وصدري مطر على الديرة لما يفوق الزلال على الديرة. الله عليك الله عليك ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحفظ لك هذه الروح الحلوة وهذا الصوت الجميل وهذا القلب الرائع. الله يحفظكم من كل شر. وياك يا رب. يوم الخميس في تعز قابلتنا قمري. هو فعلا انت قابلت قمري يوم الخميس في تعز؟ ماشي المؤيد هو اللي قابل القمري. اي جاء عندي زيارة مبصر ديما هو وتعز طبعا يعني كلها جمال. صحيح الله يحفظك. وتزوجت من تعز؟ دام ان تعز كلها جمال. ابوها من عنس وامها من الحدا وعاشت مع اهلها في عدن وخرجوا لها تعز. وانت لقيتها في تعز؟ انا لقيتها في تعز. ايوه ايوه انت اللي قابلتها يوم الخميس لا تتعذرش. أنت اللي قابلتها يوم الخميس. ماشي يا عم محمد لا تستحيش أبداً ماشي. هذه الأغنية من كلمات علي المؤيد وأنت اللي لحنتها. لحنتها في تعز. الأقرب إلى قلبك الغناء ولا التلحين؟ الغناء. التلحين أهم من الغناء. ليش؟ لأنه يسوق الفنان إلى جو غير الجو الأول. كيف يعني مثلا انت معك في الفن جو معين وفي معك في الالحان جو معينه بترتاح نفسك لما بتعطي الحان اكثر تتعامل مع شعراء تتعامل مع فنانين تقصد انه الالحان تعطي مساحه اكبر؟ نعم زي ما نقول. قال لي كيف ألحنها على المؤيد؟ قلت لي معي لها لحن يعني يوم الخميس في تعز قابلتنا قمري لابس لي شرشف وصدر مثل المحلي لما نظرت في هذا الحسن كميس بي حتى أنا في طريقك سلب عقلي الوجه مشرق شعاع الشمس نور بي جبين مالف مثيلتي صوره ربي والمبسم احمر ملوز والخدود وردي قد فاءك كل الملاف للشرق والغربي أذكر أيام أيام لا تعد ما ينزل بيعنا القادمة. أيوة يعني هذه الأغنية كانت مخصصة لبائعات ما
البائعات القادمات من قبل صبر اللي بيعوا القات المشاقر الفواكه. لكن المشرشف ما كانش بالشرشف ولا كان بالبالدو ولا ايش قصده طيب بالمشرشف؟ ها ايش قصده بالمشرشف اذا ما كانش مشرشف؟ لبس حكينا هذاك صبري زي صبري الخاص. الله يعطيك العافيه يا رب. هو كان على المؤيد يصير يشتري لنا قط من هناك. قال اسمع اسمع يا استاذ محمد كلمات قلت انا ايش سفري ويقول لي معي كلمه وبس. وعلي عبد الله اسمه الله يرحمه كان فعلا. يا صبر يا صبر يا حمام الجبل يا صبر يا صبر يا صبر يا صبر بينك اللي حبيب بينك اللي حبيب هم غير القمر هم غير القمر غانية يا فحلا هم غير القمر غانية يا فحلا ربي مال المثال ربي مال المثال وعيونه كحال ربي مال المثال ربي مال المثال وعيونه كحال الهدارة يا طوال الهدارة يا طوال حاز كل الخصال الهدارة يا طوال حاز كل الخصال